الآن نتابع مع كوكبة من مراسلينا وضع حظر التجول الشامل في بعض المحافظات في المملكة. نبدأ من إربد ومراسل المملكة أسامة المؤمني. مساء الخير أسامة، كيف هي أوضاع حظر التجول الشامل وكيف هي إربد حاليا، خصوصا بعد الخبر الذي انتشر بوجود حالة دهس لفتاة صغيرة؟ نعم علي، بالفعل تكثف في هذه الأثناء الأجهزة الأمنية من رقابتها ومن جولاتها في منطقة الحي الشمالي، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بخرق الحظر ودهس طفلة. توفيت الطفلة فور وصولها إلى المستشفى. مصدر أمني كان قد أكد المملكة بأنه أثناء الاشتباه بأحد المركبات التي خرقت الحظر، قامت الأجهزة الأمنية بتتبع هذه المركبة، وأثناء تتبعها ظهرت لحظة يعني سائق المركبة كان يقود بسرعة عالية ما أدى إلى دهس هذه الطفلة. على الفور قامت الجهات المعنية وجهاز البحث الجنائي بجمع كافة المعلومات، وتم التعرف على الشخص وتحديد هويته. في هذا الأثناء يجري تحديد موقع هذا الشخص لإلقاء القبض عليه وتوديعه إلى الأجهزة المختصة. محافظ إربد أيضا الذي أكد المملكة بأنه لن يتم التهاون بهذا الموضوع، أكد بأن الخروقات في محافظة إربد محدودة جدا باستثناء هذا الخرق والذي أدى إلى وفاة هذه الطفلة. هناك التزام تام كان خلال اليومين الماضيين بحظر التجول. الأجهزة الأمنية ووفقا لمصدر أمني ستكثف من جولاتها مساء هذه الليلة، وستعزز من تواجدها في نقاط الغلق خاصة مع ساعات صباح يوم غد، وذلك بعد عودة الأمور إلى الحظر الجزئي. فيما يتعلق بالوضع الطبي بمحافظة إربد، لغاية الساعة 7 بحمد الله لم تسجل أي إصابة جديدة. كافة العينات التي جمعت من المحافظة اليوم كانت نتائجها سلبية، وذلك وفقا لمصدر طبي. المستشفى الملك المؤسس 5 حالات غادرت اليوم بعد تمثلها للشفاء، وهذا يعني لليوم 7 بحمد الله هناك حالات شفاء ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا جديدة. لكن فرق الاستقصاء الوبائي والمسؤول عن الفرق الدكتور علي زيتاوي أكد بأنه عدم تسجيل أي حالات جديدة لا يعني خلو المحافظة من الفيروس، لذلك على الجميع أخذ الحيطة والحذر. أيضا الزيتاوي أكد بأن الجهات المعنية وفرق الاستقصاء الوبائي ستكثف من عملها يوم غد، وستقوم بعمل فحوصات في المناطق المعزولة في محافظة إربد وفي الألوية المعزولة والبلدات والقرى التي شهدت حالات سابقا. بعد ظهور نتائج هذه الفحوصات وإذا كان هناك خلو الأشخاص المفحوصين من الفيروس، سيتم فك العزل عن هذه المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية محافظ إربد ولجنة الأوبئة في المحافظة. يوم أمس كان هناك فحوصات ل 17 بناية كان يقطنها مئات الأشخاص، كان يشتبه بإصابتهم أو كانوا مخالطين لأشخاص مصابين، وتم فك الحجر بعد ثبوت عدم إصابتهم وإجراء الفحص الثاني. فرق الاستقصاء الوبائي أيضا ستواصل عملها يوم غد بأخذ عينات عشوائية. اليوم مثلا كان هناك أخذ عينات عشوائية للعاملين في الطوارئ بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، كان هناك أيضا أخذ عينات للعاملين في بعض الأجهزة الأمنية. سيكون يوم غد هناك أخذ عينات للأشخاص مزودي الخدمة من مراكز بيع الخبز والغاز والمياه، وذلك للتأكد من خلو المحافظة من الفيروس. في حال يعني بإذن الله لم تسجل أي إصابة خلال الأيام المقاربة ووصول العدد إلى 14 يوما دون تسجيل أي إصابة، قد يكون هناك تخفيف بالإجراءات، وذلك وفقا لمصدر أمني، وقد تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه علي. طبعا يوم غد يعني هناك تحذيرات من الأطباء، وذلك في ظل عدم تسجيل أي حالة، الجميع أخذ الحيطة والحذر، ضرورة التباعد الاجتماعي، ضرورة استخدام كافة يعني الأمور السلامة العامة عند الدخول إلى المخابز لشراء الخبز أو عند الوقوف بأي مكان. هناك ضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى بالابتعاد مسافة كافية تزيد على متر ونصف وأكثر من مترين حتى، وذلك لتغير الدراسات التي تثبت بأن مسافة مترين قد لا تكون كافية بحماية الشخص من انتشار هذا الفيروس، ويعني البحوث كلها تثبت خطورة هذا الفيروس، لذلك على الجميع توخي الحيطة والحذر علي. نعم أسامة المؤمني مراسل المملكة من إربد، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك.